لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. حسب الصحافة اليونانية التي أكدت وجود اهتمام من طرف إدارة فريق الوداد من مهاشم الدولي المغربي يوسف العربي والذي يلعب لنادي أولمبياكوس اليوناني، حيث أكدت الصحافة اليونانية بأن فريق الوداد تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات المهاجم يوسف العربي بالانتقالات الصيفية الحالية، كما أن سعد النصيري كان له اتصال بوكيل أعمال المهاشم الدولي المغربي يوسف العربي، وذلك لمناقشة إمكانية انتقاله إلى فريق الوداد بالميركاتو الصيفي الحالي. ويبحث سعد النصيري شاهدا عن مهاجم جديد لتعويض السنغالي بولي سامبو جونيور الذي انتقل الى نادي الرياض السعودي، حيث يضع المهاجم يوسف العربي من ابرز المرشحين لسد الخصاص في مركز قلب الهجوم. ويذكر ان يوسف العربي سبق له موسم واحد في عقده رفقة نادي اولمبياكوس اليوناني، وفي حال تم الاتفاق لانتقاله الى فريق الوداد سيكون بنظام الاعارة، الا اذا تم فسخ عقده مع فريقه اليوناني حينها سينتقل الى النادي الاحمر، وذلك في انتظار التأكيد الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.